السؤال الثاني شيخي اسال عن التوبه. ها؟ انا كنت اسال عن التوبه. ايه يلا قول. التوبه انا يعني ولو يعني انا كنت يعني اعرف بنات وانه شاب يعني تعرف يعني الشباب ماكو داعي انت سيد العارفين. ايه كلنا كلنا كلنا. فسالت احد المشايخ قلت له انا سويت هيك ولعبت هيك ومشيت ويا بنات هيك وضحكت وهاي وكل شيء سويت، كان يقول لي انت ما لك توبه، انا يعني صمت وصليت والتزمت ومحافظ على صلاتي الحمد لله، يقول لي انت رب العالمين ما يغفر لك يحاسبك على ذني كلهم يعني. نبيل نبيل صليت بخوفه من رب العالمين. نبيل انسى شخي. انسى انك انت لا مو شيخك انا اخوك العراقي يقول لي اخوي وسيم. والله احبك. ايه احبك الله يطول. نبيل انت الان انسى وسيم، انت الان شو يقول لك عقلك؟ كلامه صح ولا خطا؟ والله انا كلامه ما مقتنع به. بس خلاص ما يحتاج وسيم. الله يقبل التوبه عن عباده وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. كيف تصدقه؟ الله يقول لك انا اقبل وهو يقول لك لا.